بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي طلبة وطالبات الصف الثاني الثانوي من متابعة منصة السكولات التعليمية، أهلا ومرحبا بكم مع مراجعة نهائية أو مراجعة عامة على فرع الاستاتيكا من الرياضيات التطبيقية للصف الثاني الثانوي. تعالوا نراجع مع بعض أسماء دروس منهج الاستاتيكا في سنة تانية. الدرس الأول كان بيتكلم على القوة، وكنا بنتكلم على القوة، هنشوف هنراجع مع بعض ازاي كنا بنجيب محصلة قوتين، سواء كان المحصلة دي مقدارا او اتجاها، وبعدين كان عندنا مجموعة من الحالات الخاصة. الدرس الثاني كان بيتكلم على تحليل القوة، وكنا بنحلل القوة مرتين، مرة في اتجاهين معلومين ومرة في اتجاهين متعامدين. الدرس الثالث بيتكلم على محصلة عدة قوة مستوية، يعني خطوط عملها كلها تقع في مستوى واحد متلاقي في نقطة واحدة، وكنا ازاي هنرجع برضو مع بعض نجيب الزوايا القطبية، وبعدين بنجيب المركبات الجبرية في اتجاه محور معين وليكن محور السينات، وبعدين بنجيب المركبات الجبرية للقوة برضو في اتجاه محور عمود عليه اللي هو محور الصادات، وبعد كده بنجيب مقدار المحصلة، وبعد كده بنجيب الاتجاه بتاع المحصلة. الدرس الرابع والاخير كان بيتكلم على اتزان جسم تحت تأثير مجموعة من القوى المتلاقية في نقطة، وبرضو بتكون القوة دي بتكون قوة مستوية. الدرس ده كان بيبقى فيه جزئين، الجزء الاول لو هما ثلاث قوة بس، الجزء الثاني لو هما اكتر من ثلاث قوة. لو ثلاث قوة احنا عندنا قاعدتين مهمين قوي اتكلمنا عليهم، هنراجعهم مع بعض. القاعدة الاولى هي قاعدة مثلث القوة وكان لها شروط، وبعدين القاعدة الثانية قاعدة لامي وكان لها شروط تانية. بعد كده بناخد اتزان جسم تحت تأثير مجموعة من القوة المستوية المتلاقية في نقطة. لو اي درس فاتك او في مشكلة عندك او عايز تسترجعه بالتفصيل من خلال مجموعة من الامثلة والتمارين المحلولة، هتخش على قناة السكولة، هتفتح قائمة التشغيل، الكلام ده كله طبعا على اليوتيوب، هتلاقي فيه مستر عصام النجار، هتلاقي كل الدروس موجودة بتاعت الرياضات بتاعت تانية ثانوي، تقدر تستعرض فيها اللي انت عايزه. خليكم معنا وما تروحوش بعيد، ويلا نبتدي المراجعة. طيب بالنسبة للاستاتيكا، الدرس الاول كان بيتكلم على ايجاد محصلة قوتين متلاقيتين في نقطة، وهنراجع مع بعض القانون بتاعه بيقول ايه. المفروض ان احنا بنجيب ايجاد المحصلة دي مرتين، مرة مقدارا ومرة اتجاها. بالنسبة للمقدار كنا بنقول دي القوة الاولى ودي القوة التانية، والقوتين لازم يكونوا متلاقيتين في نقطة واحدة اللي هي النقطة دي. في الحالة دي بتبقى الزاوية بين القوتين بنرمزها بالرمز ايه كده، دي زاوية ايه، الزاوية بين المحصورة بين القوتين، لكن زاوية ميل المحصلة على القوة الاولى او احدى القوتين هنسميها ايه، دي تعتبر ايه واحد او ايه اتنين حسب ما تبقى المحصلة بتميل على القوة الاولى او المحصلة بتميل على القوة التانية. بصفة عامة القانون بيقول مربع المحصلة بيساوي القوة الأولى مربعة زائد مربع القوة الثانية زائد 2 القوة الأولى في القوة الثانية في جتا الزاوية المحصورة بين القوتين. طيب عايز أجيب زاوية ميل محصلة على القوة الأولى اللي هي تعتبر مثلا هنا هي واحد، يبقى ظاهر هي واحد بيساوي زاوية ميل محصلة على القوة الأولى، على القوة الأولى بيساوي شرط الكسر فوق قف 2 مضروبة في جا ي اللي هي الزاوية بين القوتين على قف واحد زائد قف اتنين في جتا ي. عندنا كمان مجموعة من الحالات الخاصة، لو قالها في المسائل بنضطر نغير في القانون ونغير في الزاوية بتاعت زاوية ه. طيب الحالة الأولى بيقول لو كانت القوتين متساويتين في المقدار، يبقى المحصلة بتساوي اتنين في واحدة من القوتين المتساويتين في جتا الزاوية عن الاتنين أو نص الزاوية بين القوتين. وفي الحالة دي الاتجاه بتاع المحصلة بيساوي ايه على الاثنين اللي هي الزاوية مقسومة على الاثنين. طيب لو قال لي القوتين متعامدتين، يبقى مربع المحصلة بيساوي قاف واحد تربيع زائد قاف اتنين تربيع، باعتبار ان كل ده اصلا لو دي هتبقى 90 درجة، جتا 90 كام بصفر، يبقى كل ده بيساوي كام صفر، وظاهر بيساوي قاف اتنين على قاف واحد، باعتبار ان جا 90 بتساوي واحد لكن هنا بيساوي صفر، يعتبر قاف اتنين على قاف واحد. طيب في عندنا كمان حاجات من الحالات الخاصة، عندنا حالات لو القوتين خط عملهم على استقامة واحدة، يبقى عندنا في نوعين،
لو خط عملهم على استقامه واحده وكان لهم نفس الاتجاه نفس الاتجاه، يبقى المحصله في اتجاه القوه احدى القوتين، والزاويه بين القوتين بتنعدم او بتبقى صفر اي درجه. في الحاله دي يبقى المحصله بيساوي مجموع القوتين قاف واحد زائد قاف اتنين. طيب لو خط عمل القوتين على استقامه واحده لكن القوتين في اتجاهين متضادين، وخلي بالك برضو القوتين لهما نفس نقطه البدء المشتركه اللي هي نقطه واحده او بتلاقم في نقطه واحده. في الحاله دي برضو القوتين هنا كده اهم في الحته دي هنا كده القوتين بيتلاقم في نقطه واحده. طيب المحصله فين؟ في اتجاه القوه الكبيره، يعني في اتجاه اول لكم قوه ق1 هي اتجاه القوه الكبيره، يبقى المحصله في اتجاه القوه الكبيره. لو كان ق2 هي الكبيره يبقى المحصله في الاتجاه ده. طيب يبقى في الحاله دي المحصله هتساوي ايه؟ مقياس القوه الكبيره ناقص القوه الصغيره عشان تطلع القيمه بتاعت المحصله بالايه؟ بالقيمه الموجبه. تعالوا نشوف الامثله كنا بنطبق ازاي على القانون اللي احنا بنشتغل عليه اللي هو محصله بين قوتين متلاقيتين في نقطه. عندي بيقول قوتين متلاقيتين في نقطه والقوتين مقدارهما ق، ودي ق طبعا دي هتبقى هنا مجهوله، دي احدى القوتين والقوه الثانيه معلومه اللي هي 4 نيوتن، وقياس الزاويه بين القوتين 135 درجه اللي هي تعتبر ايه؟ اللي هي تعتبر ايه؟ بتساوي 135 درجه. تمام. فاذا كانت محصلتهما تميل على القوه الاولى، المحصله ح دي كده بتميل على القوة الأولى اللي هي إيه؟ اللي هو قاف، ماشي، بزاوية قياسها كام؟ 45 درجة، يبقى هنا تعتبر إيه؟ ها واحد اللي بتميل على القوة النهي اللي بتميل على القوة قاف. أوجد قيمة قاف ثم أوجد مقدار الإيه؟ المحصلة. طالما هنا مديني الزاوية بين القوتين ومديني الزاوية بين المحصلة وإحدى القوتين، يبقى هبتدي بالقانون بتاع الاتجاه بتاع المحصلة اللي هو ظا هي واحد بيساوي القوة الثانية مضروبة في جاها على القوة الأولى مضروبة في قاف زائد في جتا ي. تمام كده؟ يلا ظبط اهي، ظا اهي بينتهي بكام؟ انتهاني ب 45 درجة. في جايه الزاوية بينهم كام؟ 135 درجة. جا 135 درجة دي في الربع الثاني، وجا في الربع الثاني موجبة، يبقى بتساوي 1 على جذر 2 على قاف اللي هي زاوية ميل المحصلة على القوة الأولى، زائد 4 في جتا 135 درجة في واقع في الربع الثاني، والجتا في الربع الثاني سالبة، يبقى سالب 1 على جذر 2. هضرب في جذر 2 فوق وتحت هتبقى متبسطة بالشكل ده. تمام كده؟ طيب بعد هنا ما بسطها هتبقى ايه اللي هيحصل؟ هتقول لي او ممكن يعني هختصر بقى من هنا كده ومن هنا كده هتطلع الصورة دي. طيب الظا 45 بكام؟ الظا 45 بواحد بيساوي الطرف الايسر ده، هضرب ضرب تبادلي هنا كده، ضرب تبادلي يبقى قاف ناقص 2 جذر 2 بيساوي 2 جذر 2، دي هتروح هناك باشاره مختلفه، يبقى قيمه القوه الاولى تطلع بكام؟ ب 4 جذر 2، وكده جبت له ايه؟ المطلوب الاولاني. طيب عايز مقدار المحصله، انا عندي بقى هنا القوه الاولى موجوده والقوه الثانيه موجوده اللي هي 4، والزاويه بين القوتين 135 درجه، اقدر اطبق في القانون بتاع الزاويه محصله قوتين. يبقى حط 4 بيساوي القوه الاولى مدهاني ب 4 والقوه الثانيه جبتها ب 4 جذر 2، هربع وربع، زائد 2 في القوه الاولى ب 4 والقوه الثانيه ب 4 جذر 2 في جتا 135 جبناها فوق بسالب 1 على ايه؟ جذر 2. هعملها بالحاسبه هيطلع حاطط 4 بتساوي 16، يبقى حاطط بتساوي كام؟ 4 نيوتن. فكره ثانيه بيقول قوتين متساويتين في المقدار، بيختبرني في الحالات الخاصه. طيب القوتين متساويتين في المقدار، يبقى المحصله بتساوي 2 في واحده من القوتين في جتا الزاويه نص الزاويه بينهم. مقدار المحصله بيساوي 8 سيكل كيلو جرام. تمام. فإذا عكس اتجاه أحدهما فإن مقدار محصلتهما هتساوي كام؟ هتساوي 6. يبقى هنا كده الرسمة بتاعة المسألة في رسمتين، الرسمة الأولانية اللي هي باللون الأسود دي، لو القوة الأولى بالشكل ده والقوة الثانية بالشكل ده والقوتين متساويتين، الزاوية بينهم هتكون قياسها كام؟ هتكون إيه؟ يبقى المحصلة كام؟ 8. فبيقول لي إذا عكس اتجاه أحدهما هنعكس اتجاه القوة الأفقية دي، هتبقى بالشكل ده، هتروح هنا القوة دي هي اللي هتروح هنا، هنعكس اتجاهها ودي هتبقى ثابتة. إيه اللي هيحصل؟ المحصلة في الحالة دي هتتغير تبقى كام؟ هتبقى 6. طب الزاوية بين القوتين في الحالة التانية بعد ما أعكس هتبقى كام درجة؟ إذا كانت الزاوية هنا ياه يبقى دي كلها كام؟ 180 ناقص ياه.
خلاص على الرسم انا كده وضحت كل حاجه. نبتدي نقوله بقى في الحاله الاولى الزاويه القوتين متساويتين يبقى 2 في واحده من القوتين في جتا الزاويه بينهم اللي هي ي على 2 اللي هي دي ي على 2 الزاويه دي ي على 2. طب المحصله بكام؟ ب 8. هقسم ال 2 مع ال 8 هطلع من هنا العلاقه رقم كام؟ رقم 1. طب في الحاله الثانيه هقول له برضه يبقى المحصله القوتين متساويتين يبقى 2 في احدى القوتين في جتا الزاويه بين القوتين في الحاله الثانيه بعد ما عكست الاتجاه يبقى 180 ناقص ي على 2. 180 على 2 فيها 90، ي على 2 تنزل بالصوره دي. اصبح هنا بيختبرني في الزوايا المتناسبه بتاعت السنه اللي فاتت. جتا دي كده في الربع الاول، الجتا في الربع الاول 90، ال 90 بتشتري السنه بتاعت الجتا، يبقى تبدا تديني ايه؟ جا ي على 2 على طول. تمام كده؟ لو انت مش فاكر الزوايا المتناسبه بتاعت السنه اللي فاتت هتبقى في عندك مشكله. يبقى قاف بتساوي كام؟ جا ي على 2. ودي العلاقه رقم كام؟ ودي العلاقه رقم 2. اصبح هنا في كام متغير؟ في متغيرين، قاف وي على 2. وهنا برضو في كام متغير؟ متغيرين، قاف وي على 2. طب اعمل ايه في الحاله دي؟ انا عايز اجيب كل قوه لوحدها وعايز اشوف الزاويه كمان لوحدها ممكن تطلع كام او مش ضروري الزاويه. طب في الحاله دي اعمل ايه؟ هقول له هستخدم حساب المثلثات. يعني ايه؟ هقول له انا لو قسمت رقم 2 على رقم 1 كاني بقسم جا ي على 2 على جتا ي على 2، وجا ي على 2 على جتا ي على 2 بتديني ايه اصلا؟ تديني زاوية على 2. تمام، بتساوي 3 على 4. خلاص، طب اعرف اجيب الزاويه؟ ممكن اجيب الزاويه بالاله الحاسبه. طب مش عايز اجيب الزاويه بالاله الحاسبه، هقول له يبقى الزاويه على 2 بتساوي 3 على 4، وارسم المثلث القائم الزاويه بتاعي واقول له ي على 2 اللي هي الزاويه دي، مش ي، ي على 2 بتساوي الزاويه بتساوي المقابل على المجاور 3 على 4. هجيب ده في ثغورس يطلع كام؟ يطلع 5. ليه؟ عشان بقى والله عايز اعوض بقى هنا، من هنا بقى هعرف اجيب ايه؟ اعرف اجيب الجا واعرف اجيب الجتا. والله عايز اعوض في المعادله رقم 2، يبقى هقول له الجتا الجا بتساوي 3 على 4، يبقى هنا ق في 3 على 4 بتساوي 3. والله عايز اعوض في المعادله رقم 1، يبقى هجيب الجتا، يبقى الجتا بتساوي 4 على 5، يبقى المكان دي كلها تبقى 4 على 5. خلينا نشوف واحده من الاثنين، والاثنين هيطلعوا بنفس القيمه على فكره. لو اخترت المعادله رقم 2 اللي هي دي، يبقى ال 3 بتساوي ق في الجا بتساوي 3 على 5. تمام كده؟ يلا يبقى ق، يبقى ال 3 بتساوي ق في ادي الجا اللي هي تعتبر كام؟ 3 على 5. والله 3 على 5 هتروح هناك ب 5 على 3، ال 3 تروح مع ال 3، يبقى اذا قيمه كل من القوتين المتساويتين تطلع بكام؟ ب 5 سكن كيلو جرام. طيب نشوف مثال تاني، بيقول قوتين متعامدتين احداهما ثلاث ارباع مقدار الاخرى، مقدار محصلتهما 20 سكن كيلو جرام. برضه بيختبرني في ايه؟ بيختبرني في الحالات الخاصه. طيب اوجد مقدار كل منهما، ثم اوجد قياس الزاويه بين خط عمل المحصله وخط عمل احداهما اذا كان قياس الزاويه بين القوتين اصلا اللي هو مدهاني اللي هي ايه بتساوي كام؟ 120 درجه. هقول له والله مقدار قوتين احدهما 3 ارباع مقدار الاخرى، يعني هنفرض ان القوه الثانيه دي هي الكبيره اللي بتساوي 3 ارباع القوه قف واحد، او العكس زي ما انت عايز. لو قلت هنا قف واحد بتساوي 3 ارباع قف اثنين مفيش مشكله عندنا. طيب نستخدم بقى هنا الحالات الخاصه، يبقى ح تربيع في حاله القوتين المتعامدين بتساوي قف واحد تربيع زائد قف اثنين ايه تربيع. قف واحد زي ما هي، قف اثنين هشتلها واكتب مكانها 3 على 4 قف تربيع. هبتدي عمليه التعويض، هربع هنا يديني 9 على 16. هنا مديني المحصله بين القوتين في المعطيات ب 20، هربعها تديني 400. 9 على 16 زائد 1 يديني 25 على 16 من قف 1 ايه تربيع. يبقى قف 1 التربيع هتساوي ال 400 زي ما هي، دي تروح هناك بمعكوسة الضرب يبقى 16 على 25. هختصر هنا مع ال 25 هتديني هنا كام؟ هتديني هنا كده 16. 16 في 16 يعني 16 لكل تربيع، لما اجيب قف 1 لوحدها يبقى جذر ال 16 تطلع بكام؟ تطلع 16 في 16 تطلع ب 16. دي اللي هي تعتبر ايه؟ قاف واحد. طيب يبقى قاف اتنين بتساوي كام؟ اذا كان قاف اتنين بتساوي تلات ارباع قاف واحد، انا جبت قاف واحد بكام؟ ب 16. احط قاف واحد هنا مكان ال 16 مكان قاف واحد واختصر على الاربعه، يبقى قاف اتنين تطلع بكام؟ تطلع ب 12. يبقى القوه الاولى او تطلع ب 16 والقوه الثانيه تطلع بكام؟ ب 12. يبقى كده انا جبت ايه؟ القوتين. طيب عايز ظل زاويه ميل المحصله على احدهما، ساب لي بقى الاختيار،
هقول له ماشي يبقى واحد على القوة الأولى مثلا هنا كده بتساوي كاف 2 جاي هي على كاف 1 زائد كاف 2 في جتا هي وابتدي عملية التعويض. كاف 2 أنا جايبها بكام؟ كاف 2 جايبها ب 12، يبقى 12 في جا 120 هو قال لي الزاوية المحصلة 120. على كاف 1 بكام؟ ب 16 زائد 12 في جتا 120. جا 120 وقع في الربع الثاني وجا 120 يعني جا 60 يعني جذر 3 على 2. هنا هتبقى جتا 120 وقع في الربع الثاني تديني سالب نص. هعملها بالآلة الحاسبة تطلع قياس زاوية ايه؟ اللي هي زاوية 2 محصلة على إحدى القوتين تطلع 73 درجة و54 دقيقة. الدرس الثاني كان بيتكلم على تحليل القوة، وكان عندنا نوعين من التحليل، إما تحليل القوة في القوة الأولى والقوة الثانية لهم نفس نقطة البدء المشتركة برضه، والزاوية بين القوة الأولى والقوة الثانية هي واحد، والقوة الثانية والقوة والمحصلة والقوة الثانية تعتبر هي 2. تمام كده؟ طيب لو نقلنا إحدى القوتين بالشكل ده وعملنا المثلث ده كده، يبقى هنا لو قلنا الزاوية دي هي واحد والزاوية دي هي 2 يبقى الزاوية دي كام؟ 180 درجة ناقص هي واحد زائد هي 2. عشان نقول ايه؟ يبقى القوة الأولى، القوة الأولى دي على جا الزاوية اللي قصادها جا 2 بتساوي القوة الثانية اللي هي دي كده على جا الزاوية اللي قصادها اللي هي واحد بتساوي المحصلة على جا الزاوية اللي قصادها 180 ناقص ه زائد 1 دي في الربع الثاني يبقى هتساوي جا ه زائد 1 زائد ه 2 يعني جيب مجموع الزاويتين. طيب لو في اتجاهين متعامدتين هنا كف 1 وهنا كف 2 لو فرضنا المحصلة بتميل على الزاوية القوة الأولى بزاوية قياسها ه يبقى الزاوية الثانية 90 ناقص ه، يبقى هنحللها لمركبتين واحده في الاتجاه ده واحده في الاتجاه العمودي عليه، يبقى هنا قاف واحد على جتا ه اللي هي تعتبر 90 ناقص ه بتساوي قاف 2 على ج ه بتساوي المحصله. والله بقى عايز اجيب قاف واحد هضرب ضرب تبادل يبقى ح في جتا ه، عايز اجيب قاف 2 يبقى ح في ج ه. تعال نشوف الكلام ده كله في الامثله بيمشي معانا ازاي. في الشكل المقابل جسم وزنه ده كده يعتبر الشكل رقم واحد اللي هو ده الشكل رقم واحد، جسم وزنه كام؟ 60. موضوع على مستوى مائل يميل على افقه بزاويه قياسها ه، تمام، حيث ظا ه بتساوي 3 على 4. اول ما اقول له ظا ه بتساوي 3 على 4 هرسم المثلث القائم اللي عندي واقول له هنا تعتبر ه وهنا تعتبر كام؟ 3 وهنا تعتبر 4. المثلث ده مثلث فيثاغورس يبقى هنا كام؟ فيه 5. ماشي، عايز مركبة الوزن في اتجاه خط أكبر ميل، مركبة الوزن هنا كده في اتجاه خط أكبر ميل، لما أجي أحلل ده هما هنا أصلاً في اتجاهين إيه؟ الاتجاهين دول متعامدين، صح كده؟ ماشي، يبقى هنا في الاتجاه ده بتاع محور السينات هتاخد هنا 60 جتا ه، 60 جا ه، طب في الاتجاه ده هياخد 60 جتا ه، تمام، القريبه دي بتاخد الجتا والبعيده بتاخد الايه؟ الجا. يبقى هنا لو انا حسبت هنا في الاتجاه بتاع في اتجاه خط اكبر ميل يبقى هحسب 60 في جا ه، اروح اجيب الجا من هنا تطلع بكام على كام؟ ب 3 على 5، هختصر 5 مع 60 يبقى فيها كام؟ 12، 12 في 3 ب 36. طيب في اتجاه العمود عليه هيبقى 60 في جتا ه، جتا ه بتساوي كام؟ بتساوي 4 على 5، بتساوي ال 5 مع 16 مع 60 يبقى 12، 12 في 4 يديني كام؟ 48. ادور بقى على الاختيار اللي فيه 36 و48، الاقي ال 36 في اتجاه خط اكبر ميل و48 في اتجاه العمود عليه، يبقى هختار الاختيار ده. طيب مثال 2 بيقول اذا اثرت القوه كف 1 وكف 2 وقف 3، دي قف 3 في نقطة مادية وكانت محصلة القوة ح بتساوي ده، واضح هنا دي المحصلة هنا بصورة اسمها الصورة الايه؟ الصورة القطبية، تمام كده؟ طيب انت عايز ايه؟ عايز يجيب ألف زائد 2 ب، هقول له ماشي فين محصلة القوة؟ انا هجيب لك محصلة القوة هنعتبرها كده، دي كده محصلة القوة كلها بتساوي اجمع المركبات السينية، هنا في كام؟ 4 في السين، وهنا في كام؟ ألف، وهنا في كام؟ 3، 4 زائد 3 يبقى 7، وهنا في ألف يبقى هنا كده ألف
زائد 7 في اتجاه المركبة الصينية زائد الصادات نفس الحكاية، هنا في كام؟ 5، وهنا في كام؟ سالب 7 يبقى سالب 2، وهنا في كام؟ وهنا في ب، يبقى هنا كده ب ناقص 2 في اتجاه ايه؟ المركبة في اتجاه محور الصادات. تمام. طيب دي ايه؟ دي محصلة القوة. تمام. وكانت محصلة القوة مديني محصلة القوة بشكل تاني، بس انا عارف ان محصلة القوة دي بتساوي محصلة القوة دي، عشان الاثنين خالص هسويهم ايه ببعض. طب هنا دي تعتبر ايه القوة اللي هي كام؟ 5 جذر 2، يبقى هنا كده 5 جذر 2. امال ايه دي؟ دي تعتبر 3 باي على 4، يعني حوالي 135 درجة بالتقدير الايه الستيني. طب بعمل بها ايه؟ دي بفكها لمتجهات احداثيه، بدلاله المتجهات الاحداثيه المتعامده في المستوى، يبقى في اتجاه محور السينات هتاخد الجتا 135 زائد 5 جذر 2 اللي هي القوه، هتتحلل برضو هنا كده في جا 135. ادينا حللت المحصله، مره في اتجاه محور السينات هتاخد هنا 5 جذر 2 جتا 135 درجه، وهنا هتاخد في اتجاه محور الصادات 5 جذر 2 في اتجاه في جا 135 درجه، يبقى هتساوي 5 جذر 2 في جتا 135. دي اصلا في الربع الثاني، والربع الثاني مالها؟ سالبه، يبقى سالب 1 على جذر 2 زائد 5 جذر 2 في جا 135. دي في الربع الثاني، والجا في الربع الثاني مالها؟ موجبه، عشان هي في الجا، والله دي هتروح مع دي، يبقى هنا هيساوي كام؟ 5 في اتجاه ايه؟ في اتجاه محور السينات زائد سالب 5 في اتجاه محور السينات، وهنا الجذر 2 يروح مع جذر 2، يبقى 5 في اتجاه محور الايه؟ الصادات. المركبه السينيه هنا هتساوي المركبه السينيه هنا، يبقى اذا المركبة السينية ألف زائد 7 بيساوي كام؟ سالب 5، يبقى ألف بتساوي كام؟ سالب 12. طيب هنا ب ناقص 2 بتساوي المركبة الصادية هنا كام؟ 5، يعني معنى كده إن ب هتساوي كام؟ هتساوي 7. فهنا عايز يعرف قيمة ألف زائد 2 ب، ألف بكام عندي؟ ألف هنا بسالب 12 زائد 2 ب، يبقى 2 في كام؟ 2 في 7، يعني كأني بقول سالب 12 زائد 14، يبقى هنا القيمة دي تطلع بكام؟ تطلع ب 2. طيب لو قال لي محصلة عدة قوى مستوية في النقطة، كنا احنا بنقول بنجمع القوى كلها في الجدول ده كده، كف 1 وكف 2 وكف 3 وكف 4، وبعدين بنجيب الزوايا القطبية، يعني الزوايا اللي بتدي من محور السينات الموجب، يعني من حتة هنا. كف 1 بتميل على محور السينات بكام؟ ب 60. طب كف 2 بكتب هنا 60. طب كف 2 بتميل بكام؟ 60 زائد 90 يبقى 150. طب كف 3 بتميل بكام؟ كف 3 اهي، يبقى من اول هنا، كل مرة من اول هنا، من هنا لغاية هنا، كف 3 225. طب كف 4 برضو من اول هنا كده لغايه هنا، دي كده الزوايا القطبيه، بس خلي بالك هو قال لي هنا دي قياسها زاويه بالسالب في الاتجاه ده بسالب 30، يبقى 360 ناقص 30 تديني كام؟ 330. عندي ثلاث خطوات مهمه. اول خطوه بجيب المجموع الجبري للمركبات القوى في اتجاه وليكن محور السينات اللي هو ده كده، واجيب كل قوه هنا هضربها في دي بس بالجتا، كف في جتا، كف في جتا، كف في جتا الزاويه القطبيه. طيب وبعد كده بنجيب المركبات الجبريه في اتجاه محور الصادات، نفس الحكايه بس بالجا، كف في جا الزاويه، كف في جا الزاويه القطبيه، وهكذا. تمام كده؟ طيب بعد ما اجيبهم بخلص دي واخلص دي، اقول له يبقى المحصله بتساوي مربع السينات زائد مربع الصادات. طب اتجاهها بيساوي احداث الصاد على احداث السيني، وكنا بنقول بنخلي بالنا من الاربع اللي هي الاشارات، والله حسب الاشارات انا بحدد ايه المحصله تقع في الربع الكام. تعالوا نشوف مثال. بيقول ثلاث قوى 2 قاف و 3 قاف و 4 قاف تؤثر في نقطة مادية في اتجاهات موازية لأضلاع مثلث متساوي الأضلاع. أنا المفروض برسم المثلث المتساوي الأضلاع ده كده الأول، وحط القوة زي ما هي بتقول في ترتيب دوري واحد وبتأثر في الرؤوس. بترجم أضلاع مثلث الأضلاع للقوة على المحاور دي، يعني القوة هنا كده 2 قاف بحطها على محور السينات الموجب عشان تعمل زي وصف اللي هي دي.
طيب انا عارف ان القوة اللي بعدها كام؟ 3 قاف. والله هنا كده المثلث ده متساوي الاضلاع، عشان كده بيقول لي انا عارف ان هتبقى هنا 60، تبقى الزاويه دي كام؟ 120 درجه. يبقى الزاويه دي كده هنا 120 درجه. طب 4 قاف، 4 قاف نازله كده، واضح ان هي هتروح في الربع الكام؟ الثالث. طب 4 قاف هنا كده برضو الزاويه هنا تكون كام؟ 120 درجه. طب الزاويه اصلا كانت هنا بين كل ضلعين 120 درجه، يعني هنا 120 وهنا 120، يبقى كام؟ 240 درجه. بس خلاص. ونجيب ايه؟ مجموع المركبات الجبريه في اتجاه محور السينات مره، ومجموع المركبات الجبريه في اتجاه محور الصادات ايه؟ مره تانية. طب في اتجاه محور السينات زي ما قلنا هنا كده هيبقى 2 قاف في جتا 0 زائد 3 قاف في جتا 120 زائد 4 قاف في جتا كام؟ 240. واعملها بالآلة الحاسبه واشوف هتطلع معايا بكام، وهسميها رقم كام؟ رقم 1. طيب المركبات الجبريه في اتجاه محور الصادات يبقى 2 قاف في جا 0 زائد 3 قاف في جا 120 زائد 4 قاف في جا 240. وبرده انا بخلص الزوايا دي كلها بالآلة الحاسبه، سواء هنا جتا او هنا، كل ده اللي انا بعمل عليه ده وير ده بتخلصه بالآلة الايه؟ بتخلصه بالآلة الحاسبه. هيديك العلاقه رقم كام؟ رقم 2. طيب بعد كده اجيب ايه؟ اجيب المحصله مقدارا واتجاها. عشان اجيب المحصله يبقى هتساوي مربع السينات زائد مربع الصادات، يبقى هنا سالب 3 على جذر 2 الكل تربيع في قاف طبعا، زائد سالب 3 على جذر 2 الكل ايه؟ تربيع. تطلع 12 على 4 يعني حوالي 3، يبقى حاضر لما اجي اجيب جذرها تطلع جذر 3 ايه؟ جذر 3 قاف. ماشي، دي كده المحصله بتاعت القوة بتاعت المركبه السينيه والمركبه ايه؟ الصاديه. تمام، ح جذر 3 ايه؟ جذر 3 ق. طب عايز يجيب اتجاهها، هقول له والله الاتجاه القاعده بتقول ظا هي بتساوي الاحداث الصادي المركبه الصاديه على المركبه السينيه مع الاحتفاظ بالاشارات. والله الصاد هنا بالسالب تمام، والسين هنا بالسالب، يبقى معنى كده الصاد بالسالب والسين بالسالب، يبقى يقع في الربع الكام؟ يقع في الربع الثالث. وهختصر الاثنين مع الاثنين تطلع جذر 3 على 3، يعني كاني بقول كام؟ 1 على جذر 3. 1 على جذر 3 يبقى الزاويه المساعده بتاعتها كام؟ لا الظال لما تساوي 1 على جذر 3 يبقى الزاويه المساعده كام؟ 30 درجه. وهي واقعه في الربع الكام؟ الثالث. يبقى 180 زائد 30 تديني كام؟ 210 مع الاتجاه الموجب لمحور السينات، وده اتجاه الايه؟ المحصله. طيب نشوف فكره ثانيه. لو ما ادانيش زوايا وادينا اتجاهات الشمال والشرق والحاجات دي كلها، تؤثر القوة قاف وستة واربعة جذر اتنين وخمسة جذر اتنين وكاف، يبقى هنا في عندي 1 2 3 4 خمس قوة، بحطهم هنا كده 1 2 3 4 خمس قوة، وبعدين احطهم على الرسم. الاولانية في اتجاه الشرق كده اللي هي اتجاه القوة في اتجاه الشرق تمام، والتانية 6 في اتجاه الشمال كويس، دي في اتجاه الشمال يعني برضو عاملة 90 درجة تمام. 5 جذر 2 في اتجاه الشمال الغربي، يعني ايه الشمال الغربي؟ يعني هرسم من الغرب للشمال بزاوية 45 درجة، من الغرب للشمال ب 45 درجة، وهم حاطط القوة الثالثة اللي هي 4 جذر 2. طيب القوة اللي بعد كده اللي هي 5 جذر 2 في اتجاه الجنوب الغربي، يبقى من الغرب للجنوب برضه 45 درجة، والزاوية هنا بتنصف 45 درجة من الغرب للجنوب، من الغرب للجنوب 45 درجة بتنصف. طيب وكاف في الجنوب، كاف في الجنوب يبقى هنا كاف اهي في الجنوب، يبقى كده حطيت الايه؟ القوة. نحسب بقى القوة كاف عاملة 0، القوة 6 عاملة 90، القوة 4 جذر 2 عاملة 90 زائد 45 يديني 135، القوة 5 جذر 2 عاملة 180 زائد 45 تديني 225. طيب القوة كاف سهلة قوي اللي هي كام؟ 270، ونعمل نفس الشغل اللي احنا بنعمله. لغاية كده أنا بجيب المركبة السينية في اتجاه محور السينات طبعا بنضرب في الجتا، والمركبة الصادية في اتجاه محور الصادات بنضرب في الجا. لغاية كده التمرين مكرر بعضه. أمال إيه الجديد؟ الجديد ده إذا كانت إيه؟ إذا كانت محصلة القوة دي أصلا بتساوي 2 نيوتن في اتجاه الشمال، هعمل جدول تاني بتاع المحصلة بس اللي هو ده، هقول له نفس الحكاية، بحط القوة فوق وحط الزاوية القطبية تحت. قيمة المحصلة اللي هي القوة كام؟ 2. الزاوية القطبية بتاعها كام؟ 90. هو قال لي كده في اتجاه الشمال، في اتجاه الشمال خلاص.
واحلل تاني اللي انا عملته ده المحصله مركب اجيب مركبتها في اتجاه محور السينات مره وفي اتجاه محور الايه الصادات مره. يبقى هنا كده هجيب المحصله اهو ده الشغل ده الاثنين دول بالنسبه لايه المحصله. مركبه المحصله في اتجاه محور السينات هتبقى القوه زي ما كنت بعمل هنا في جتا الزاويه بتاعتها اللي هي جتا كام 90 تديني صفر. طيب المحصله مركبتها في اتجاه محور الصادات يبقى القوه بتاعت المحصله اللي هي 2 في جتا 90. جتا 90 بكام؟ بواحد. ودي رقم كام؟ 4. بس هاخد بقى هنا المركبه في اتجاه محور السينات واسويها بالمركبه في اتجاه محور السينات من هنا تطلع قيمة قاف. يبقى قاف ناقص 9 بتساوي كام؟ 0. يبقى قاف بتساوي كام؟ يبقى قاف بتساوي 9. طب في الحاله الثانيه هاخد المركبه بتاعه المحصله في اتجاه محور الصادات واسويها بالمركبه في اتجاه محور الصادات يبقى 5 ناقص كاف هتساوي كام؟ هتساوي 2. يبقى كاف بتساوي كام؟ يبقى كاف بتساوي 3 نيوتن. طيب الدرس اللي بعد كده اتزان جسم تحت تاثير ثلاث كور. الدرس ده مقسوم حاجتين، اما بيبقى فيه اتزان جسم تحت تاثير ثلاث قوى او تحت تاثير مجموعه من القوى. نشوف الاول ثلاث قوى. والله الثلاث قوى دول بيقول اذا اتزنت ثلاث قوى في نقطه ورسم مثلث اضلاع توازي خطوط عمل القوى وفي اتجاه دوري واحد، في اتجاه دوري واحد زي احنا شايفين كده الدلتا اس في المثلث ده، يبقى ده المثلث ده اسمه ايه؟ مثلث القوه. طب بعمل بيه ايه؟ بقسم القوه على النسبه بتاعتها، يعني كف واحد على الضلع على خط العمل اللي هي بتكون عليه، يبقى كف واحد على ا ب بتساوي كف اثنين على ب ج بتساوي كف ثلاثه على ج ا، ولازم يكونوا دول مالهم في ترتيب دوري واحد، انا نقلت من هنا لهنا او العكس بنقل من هنا لهنا. تمام. طيب لو ما كانش مديني اطوال اضلاع مديني قياسات زوايا يبقى هستخدم قاعده لامي. طب بعرفها ازاي؟ كل قوة على الزاوية القطبية اللي قصادها، يعني بنقول هنا قف واحد على الزاوية القطبية اللي قصادها كام؟ هي واحد بتساوي قف اتنين على الزاوية المحصورة بين القوتين الاخرتين، قف تلاتة على القوتين المحصورتين بين القاف بين القوتين الاخرتين، يبقى قف واحد على جهة واحد بتساوي قف اتنين على جهة اتنين بتساوي قف تلاتة على جهة تلاتة. تعال نشوف الكلام ده كله بيتطبق ازاي ونفتكر في الامثلة. في الشكل المقابل كرة مصمتة وزنها 16 ثقل كيلو جرام وطول نصف قطرها 30. الكرة دي طول نصف قطرها 30 ووزنها كام؟ 16. تمام. علقت بواسطة خيط خفيف طوله 20 سنتيمتر مثبت أحد طرفيه في نقطة على سطحها وطرفه الآخر في الحائط في نقطة أعلى نقطة التماس. تمام. في وضع الاتزان مقدار كل من الضغط على الحائط والشد. طيب واحدة واحدة تاني. دلوقتي الكرة دي كده وهو حاططها كده وزنها بيأثر في مركزها رأسي إلى أسفل، وزنها كام؟ 16. تمام. طول نصف قطرها هو قال كام؟ 30 سنتيمتر. تمام. طب نصف القطر هنا كام؟ 30 سنتيمتر. أمال إيه دي؟ الإيه دي؟ دي نقطة على الكرة علقنا منها خيط طرفه هنا على سطح الكرة والطرف التاني فين؟ عنده نقطة ألف. طب طول الخيط كام؟ 20 سنتيمتر. جميل. تمام. طيب أنت عايز إيه بقى؟ عايز الضغط على الحائط والشد. طبعا الكرة هنا لما بتكون على الحائط الأملس يبقى معنى كده رد الفعل بيكون عمودي على أو الضغط بيكون عمودي على الحائط. تمام كده؟ يبقى هنا الضغط بيكون عمودي وهنا الوزن بيأثر إيه؟ بيأثر رأسي إلى أسفل. طب فين العلة ناقص عندي قوة الشد؟ طب أحددها إزاي؟ أشوف نقطة تقاطع خطوط عمل القوتين اللي هو قوة الوزن وقوة الضغط. بيتقطعوا في النقطة دي يبقى لازم الشد قوة عمله خط عمله هيمر بالنقطة دي يبقى معنى كده ان انا برسم من النقطة دي هنا كده كل دول كده واحط هنا ايه قوة الشد لان قوة الشد كان اتجاهها غير معلوم اتعمل لما جبت نقطة تقاطع خط عمل قوة الوزن مع خط عمل قوة الايه الضغط. خلاص. طب انا قدامي حاجتين قاعده لامي وقدامي قاعده ايه مثلث القوى. هل هنا في زوايا؟ لا مفيش في زوايا، في اطوال. نشوف الاطوال. والله ده كده يعتبر هنا كده بيمثل
قوة الضغط. تمام. اللي هي كام؟ خط عملها طوله 30 سنتيمتر. طيب. وهنا ده بيمثل قوة الشد. ده قوة الشد. تمام. قوة الشد هنا. طب الطول ألف ب كله كام؟ طول ألف ب كله 50 سنتيمتر. تمام. اللي ناقصني ده لو انا جبت اجيب طول ده كده ألف جيم، يبقى انا كده هقول له يبقى المثلث ده كده هو مثلث الايه؟ هو مثلث القوة. ادي قوة الشد هنا كده، وادي قوة الضغط هنا كده، يبقى هنا هنا قوة الوزن هنا 16، هتبقى هنا كام؟ 16. هل هما في ترتيب دوري واحد؟ اه في ترتيب دوري واحد. طب اعرف اجيب دون؟ اجيب ده في صغرص، ما هو الضغط عمودي على الحيط الاملس. هنا كام؟ 50، وهنا 30، يبقى مربع ال 50 ناقص مربع ال 30 يديني كام؟ 40 سنتيمتر. خلاص اقدر اقول له يبقى المثلث ا ب ج ده هو مثلث القوه، واحط له بقى هنا يبقى الضغط على طول الضلع اللي بيمثله اللي هو ج ب، الشد على ب ا بيساوي الوزن على ا ج، ونتيجه عمليه التعويض. هو عايز الضغط انا عندي ج ب ب 30، عايز الشد انا عندي ب ا ب 50، الوزن مدهوني ب 40، والطول بتاع ا ج مدهوني بكام؟ بالوزن ب 16، و ا ج بكام؟ ب 40. يبقى مفتاح الحل هنا هضرب ضرب تبادلي اعرف اجيب الضغط، واضرب ضرب تبادلي اعرف اجيب الايه؟ الشد. نشوف مثال تاني. بيقول جسم وزنه 150 نيوتن معلق في احد طرفي خيط خفيف، وطرف الاخر مثبت في نقطه في سقف الحجر. يبقى هنا كده الخيط الخفيف ده دي سقف الحجر، الخيط الخفيف مشي كده الاحمر ده كده، وبعدين متعلق في النقطه دي. خلاص. طيب أثرت عليه قوة فتزن عندما كان الخيط يصنع مع الرأس زاوية قياسها 30 درجة. جينا هنا كده ومسكنا من النقطة دي كده خيط، وقمنا مأثرين عليه بقوة بتعمل 30 درجة هنا كده. تمام كده؟ مع الرأس اللي هي دي. فضلت القوة دي تشد تشد تشد، طول ما القوة بتشد من هنا الزاوية هنا بتكبر أو بتقل، لغاية ما هنا وقفت عند كام؟ عند 30. وكانت القوة عمودية على الخيط، القوة دي عمودية على الخيط، والجسم ده أصلا اللي مربوط في الخيط وزنه كام؟ وزنه 150 ثقل جرجرام. عايز مقدار القوة ومقدار الشد في الخيط، عايز مقدار القوة دي ومقدار الشد فين في الخيط ده. يبقى نشوف هل هنا في أطوال أضلاع؟ لا مفيش أطوال أضلاع. طب في قياسات زوايا؟ في قياسات زوايا. يبقى نشتغل بقاعدة إيه؟ لامي. يبقى المفروض نعمل إيه؟ نحسب قياس الزاوية بين كل قوتين. طيب نبتدي من الأول خالص، أنت مديني في المعطيات إيه؟ قال لي الخيط ده بيميل على الرأس بزاوية 30. طب تمام، أنا لو رسمت من هنا الأفقي الزاوية دي تبقى كام؟ 90 درجة، يبقى الزاوية هنا المتممة لها كام؟ 60 درجة. هو قال لي هنا القوة عمودية على الخيط، القوة الحمراء دي عمودية على الخيط نفسه، يعني هنا عاملة كام؟ 90 درجة، يبقى هنا المكملة لها كام؟ 30 درجة، عشان يبقى كل دول كام؟ 180 درجة. طيب نشوف بقى نتأكد قوة الشد، هل الزاوية المحصورة بين قوة القوة دي الزاوية بين المحصورة بين القوتين الآخرتين اللي هو قوة الشد وقوة الوزن موجودة؟ اه 60 زائد 90. طيب قوة الوزن هل الزاوية بتاعتها المقابلة لها اللي هي المحصورة بين قوة الشد وقوة القوة اللي موجودة عندي موجودة؟ اه 90. طيب قوة الشد هل الزاوية المقابلة لها اللي هي محصورة بين القوتين الاخرتين اللي هم قاف 150؟ اه 30 وكام؟ و90. خلاص خلصت المسألة. يبقى قاف على 90 زائد 60 يعني 150، شين على جا 90 زائد 30 يعني 120، قوة الوزن على جا كام؟ 90، وجا 90 بكام؟ تعتبر بواحد. خلاص يبقى هنا النسبة دي معروفة فوق وتحت، لأن دي كلها تعتبر بكام واحد. عايز أجيب القوة دي يبقى 150 في جا 30 على 90، عايز أجيب قوة الشد يبقى 150 في جا 60 على جا كام؟ على جا 90 اللي هي تعتبر واحد واحد. جا 30 بكام؟ بنص، تطلع ب 75. جا 60 بكام؟ بجذر 3 على 2، هختصر تطلع ب 75 جذر 3. في الشكل المقابل بيقول سلم منتظم وزنه 24، السلم ده كده وزنه كله 24، هتقول لي خلط، يبقى الوزن على طول تلقائي بيأثر فين؟ بيأثر في منتصفه، وبينزل ايه؟ بينزل رأسي عمودي. قيمة الوزن كام؟ 24. خلاص خلصت. يستند بطرفه ألف ألف على حائط رأسي أملس، طرفه كده ألف بيستند على حائط رأسي أملس. تمام.
عند نقطة تبعد 2.4 من سطح الأرض، يبقى هنا البعد بين ألف وسطح الأرض 2.4 متر، تمام؟ ويرتكز بطرفه ب على أرض أفقية خشنة. هقف هنا بقى، أرض أفقية خشنة مش أملس، أرض أفقية خشنة. طيب لما هو بيرتكز على الحائط الرأسي الأملس عند نقطة ألف، يبقى رد الفعل عندها بيكون إيه؟ بيكون عمودي. خلاص يبقى هنا كده تعتبر ر واحد، بيكون عمودي على الحائط لأن الحائط يعتبر أملس. لكن طرف السلم ب بيرتكز على أرض خشنة، هقول له أنا معرفش إيه اتجاه رد الفعل هيكون عامل إزاي، هكمل المسألة. لكن عندي هنا بصفة عامة إيه؟ عندي قوة الوزن بتأثر رأسي إلى أسفل، دي كده ما فيهاش فصال. يبقى الحاجات الأساسية قوة الوزن بتأثر رأسي إلى أسفل، وقوة رد الفعل العمودية اللي بتأثر على الحائط الأملس بتكون عمودية، دول كمان ما فيهمش فصال، دول ثابتين. أمال أعمل إيه؟ أعمل خطوط التقاطع بتاع القوتين دول، قوة رد الفعل على الحائط الأملس وقوة الوزن اللي بتأثر، هيطلقوا في النقطة دي. يبقى هتقول لي خط عمل رد الفعل على الأرض الخشنة لازم يمر بالاتنين دول وهسميه ر اتنين. بس هي دي فكرة المسألة، ر اتنين. طيب تمام، ب بتبعد عن الحائط بمقدار 2 متر، هقول له والله كل ده كده يعتبر 2 متر، بس انت قلت لي هنا ان نون فين؟ في المنتصف، ونون نازله بتوازي الف جيم، يبقى هتنزل فين؟ هتنزل هنا في المنتصف، يبقى الطول ده واحد والطول ده يعتبر كام؟ يعتبر واحد. تمام، اوجد في وضع التوازن مقدار كل من قوتي رد الفعل اللي هو رد الفعل على الحائط، يعني عايز رد الفعل على الحائط وعلى الارض، ر واحد وراء ايه وراء اتنين. طيب انا بشتغل هنا في زوايا، ما فيش زوايا، طب في مثلث القوة، يبقى لازم يكون في مثلث القوة. فين مثلث القوة؟ اشوف بقى كده، دي كده ر اتنين في الاتجاه ده، تمام، ر اتنين اهي، دي ر اتنين. طيب وهنا كده ر واحد وهنا كده ر واحد. طب جميل قوي، اعرف اقفل المثلث ده، اقفل المثلث ده ليه؟ ده يعتبر قوه الايه؟ قوه الوزن. يبقى هنا قوه الوزن اهو في الاتجاه ده راسي الى اسفل، ورد الفعل في الاتجاه بتاع القوتين دول. طيب ورد الفعل الاولاني بيكون عمودي في الاتجاه ده، يبقى المثلث ده يعتبر ايه؟ مثلث القوه. هل في ترتيب دوري واحد؟ ايوه في ترتيب دوري واحد. خلاص مفروض ان انا اجيب اطول اضلاعه، هنا من الف لجيم 2.4، يبقى من هنا من ده لب 2.4. طب من ب لها كام؟ 1 متر، يبقى اذا من ده لميم يعتبر 1 متر. خلاص يبقى هنا 1 وهنا كام؟ 2.4، والزاويه دي تعتبر قايمه، اعرف اجيبها في فيثاغورس، هجيبها في فيثاغورس، يطلع الف ب بتساوي كام؟ 2.6. خلاص يبقى هقول له المثلث ده هو مثلث القوة، يبقى ر واحد على ميم دال بيساوي ر اتنين على ميم ب بيساوي واو على ب دال، وابتدي عملية التعويض. ب ميم دال ميم بكام؟ بواحد. ب ميم جبناها بكام في فيثاغورس؟ باتنين وستة من عشرة. هنا ب دال هو مدهاني اصلا باتنين واربعة من عشرة، ومديني الوزن بكام؟ باربعة وعشرين. خلاص يبقى هنا مفتاح الحل، هضرب ضرب تبادلي اجيب ر واحد، واضرب ضرب تبادلي اجيب ر اتنين. هنا بيقول تنزلق حلقة ملساء، ونخلي بالنا على كلمة حلقة ملساء. يعني ايه حلقة ملساء؟ يعني السطر ده مهم جدا، الشد على جانبي الخيط بتاعها بيكون متساوي. وزنها 135 ثقل كيلوغرام على خيط ثابت طول طرفاه، ثابت الطول طرفاه مربوطان في النقطتين ألف وب. يعني هنا كده في نقطة ألف وهنا في نقطة ب زي السلسلة بتاعت الستات، وقمنا حاطين هنا حلقة ملساء على الخيط، فضلت الحركة دي تتدحرك لغاية ما اتزنت فين؟ هي هنا كده وزنها كام؟ 135. ماشي، اتزنت امتى؟ لما بتعمل مع الافقي زاوية قياسها كام؟ 60 درجة، عندما كان قياس زاوية ألف جيم باء بتساوي 90 درجة، يعني الزاوية بين الخيطين هنا كده تعتبر كام؟ 90 درجة. وكان ألف جيم واحد من الخيطين ده يصنع مع الافقي زاوية قياسها كام؟ 60 درجة. تمام، القوه اللي بتاثر عليه قوه ايه؟ قوه افقيه. ادي القوه اهو في الاتجاه الافقي ده كده، ادي القوه في الاتجاه الافقي. ماشي، هنا في قوه شد وهنا في قوه شد، وقوتين الشد على جانبي الخيط مالهم؟ متساويين.
طب خلاص يبقى هشتغل ايه؟ هشتغل الزوايا. بس خلي بالي هنا ايه؟ مش تلاتة عشان اشتغل لامد، ده مجموعة من القوة اكتر من تلاتة، واحد اتنين تلاتة والوزن اربعة. خلاص كده؟ امال اعمل ايه؟ هعمل عملية اللي احنا بنشتغل عليها بتاعت الاتزان، يعني هعمل الجدول واكتب القوة فوق واكتب ايه؟ الزوايا القطبية تحت. هنفرض ان القوة دي تعتبر كاف على محور السينات، يبقى هنا كام؟ صفر درجة. طب الشد هنا بيقول لي ألف جيم ده بيمين هنا بستين درجة، هنا تسعين، يبقى هنا اللي فاضل كام؟ تلاتين، يبقى هنا كده تلاتين درجة. طب شين اتنين دي هنعتبرها شين واحد، ودي هتعتبرها شين اتنين. شين اتنين بكام؟ شين اتنين بمية وتمانين ناقص ستين، يعني مية وعشرين زوايا قطبية. طيب الوزن بيأثر بكام؟ كأن ده محور الصادات السالب، يعني 270 درجة. ونبتدي نقول له هجيب لك المركبة الجبرية لمجموعة القوة في اتجاه محور السينات، ونجيبها بالآلة الحاسبة. والمركبة الجبرية في اتجاه محور الصادات زي ما قلنا اللي قبل كده في اللي بالآلة الحاسبة في التمرين اللي فات، تمام كده؟ طيب هنا بقى الجديد ايه؟ قال لك قوة متزنة، يبقى هنا مجموع المركبات الجبرية حول محور السينات هيساوي صفر، ومجموع المركبات الجبرية حول محور الصادات هيساوي كام؟ صفر. هنا عشان القوة ايه؟ متزنة. خلاص. طيب لما هنا هساوي، هنا طبعا الوزن معروف، الوزن معروف بكام؟ الوزن معروف بكام؟ ب 135. خلاص من هنا اقدر اجيب ايه؟ اقدر اجيب الشد. لان الوزن هنا معروف بكام؟ ب 135. جبت الشد، اعوض في المعادله الثانيه، اقدر اجيب الايه؟ القوه. وبكده اعزائي طلبه وطالبات الصف الثاني الثانوي نكون انتهينا من مراجعه فرع الاستاتيكا من الرياضيات التطبيقيه. برضو ما ننساش اي درس ما انتش فاهمه او عندك مشكله فيه، هتبتدي تروح على قناه الاسكولا التعليميه، وهتفتح من قائمه التشغيل على اليوتيوب، هتلاقي فيه مستر عصام النجار، وهتلاقي كل دروس منهج الصف الثاني الثانوي موجوده تحت عندك، تقدر تستعرض اي درس انت عايز ترجع له. والى اللقاء في مراجعه اخرى.